اوكي. اوكي. بلش اللايف اليوم. نحط مكية. اوكي. وير لايف. شلون الصحة؟ اللي دي يشوف اللايف اتمنى بس مجرد يقول لي اوكي الصوت واضح. زين حتى نبلش اللايف مالتنا اليوم. اي واحد يسوي لي ثامز اب، يسوي لي قلب، يكتب لي تعليق، بس حتى اعرف ان الصوت واضح ومسموع. ممتاز. بلش يلا على بركة الله. اليوم راح نحكي على سنترفيل. انا حاليا ساكن بين سنترفيل وشانتلي. ناس يم ناس، احنا نقول مدينتين متقربات. سنترفيل ميزتها انها بيها جالية كورية قوية. الواحد يدخل المحلات شوف كل اللي يخدمون من آسيا، تسألهم انتم من وين، يقول لك احنا اصلنا من كوريا، كوريا الجنوبية بالطبع. واحدة من الشغلات يعني شلون المميزة، كنت انا مسجل بلايف تايم فتنس اللي بسنترفيل، فلما كنت اروح مرات مسبح وجاكوزي كنت يعني اشوف ناس يعني من كل 10 تقريبا 5 إلى 6 نفرات من الجالية الكورية، فعندهم يعني تاريخ بالمنطقة. نيجي نحكي بعض التفاصيل على سنترفيل. الإحصائية مال السكان حسب سنة 2010 71,000 شخص ساكن بها. أكيد زاد العدد، مو نفس العدد يعني هسه، صارت أكو زيادة. زين هاي الخريطة مال سنترفيل. ماشي خلني نجي نشوف اتشي بعدها على السريع عن واشنطن دي سي. هاي واشنطن دي سي. زين او هاي شانتلي. شانتلي امتداداتها على يعني يوصل اب نورث بعد. زين هيتش. زين يعني ويست. زين سا يعني شو نورث ويست. شو ردت اقول بعد، بلش بالاسعار، اسعار البيوت. طبعا هذا الفيديو احتمال ما يكون كلش واضح، راح ارجع اسوي له بوست نسخه اوضح هاي ديفينيشن بعد ما يخلص اللايف. نجي نحكي بالاسعار ما شانتلي. مثل ما تشوفون هاي سنترفيل. وسألوني اي سؤال باي ذا واي، اي واحد عنده سؤال استفسار انا حاضر بالخدمه. تريدون تتصلون بي، تريدون تسدوا لي مسج، مرات المسج مو كفاية حتى الواحد يفهم طلبكم، فأنا أطلب من الناس أنه يتصلون بي تليفونيا. زين أكو وايد تفاصيل ما نقدر نغطيها عن طريق الكتابة، فلا حد يستحي خابروني 734-383-6945. خلينا نحكي سب سنترفيل. نجي نشوف المعروض حاليا. المعروض حاليا 44 يونت. زين بين كوندو بين تاون هوم بين سنجل فاميلي. راح اشيل السينيور كوميونتي لانه اكثر اللي يتابعوني هم مو سينيور، هم يعني جوا ال 55. سو عندنا 44 بيت. زين راح نجي نقول يا بريد مثلا شوف اسعارك للغرف نوم. طبعا اني هذا دا اسوي اللايف بناء على طلب احد الاخوات المتابعات. ماشي طلبت مني انه اسوي لها ريبورت على سنترفيل.
سو ثلاث غرف نوم وحمامين. يفضل انها تكون المساحة لثلاث غرف as a rule of thumb or as a golden rule مو اقل من 1800 قدم مربع، تتوزع على ثلاث طوابق اللي هو البيسمنت اذا اكو بيسمنت والطابق الاول والطابق الثاني. زين، الطابق الاول يكون بدام المطبخ والطابق الثاني يكون بغرف النوم. فما عندنا هواي اوبشنات مثل ما تشوفوا 22 اوبشن. زين، نجي نشوف هنيك على السريع ونشوف الاسعار من وين تبلش. سو تبلش الاسعار من 399,000 دولار. بس نجي نشوفها. اوكي، سو هذا البيت ماكو صور بي، ما اعرف ليش. We'll go to the other house. We'll check the other house. هذا البيت بيه صور. 415، يعني on average 400,000 دولار تبلش الأسعار. ثلاث غرف نوم حمامين 1800 قدم مربع. أي واحد يسألكم أو أي واحد جاي على بال يحول على سنترفيل أو يريد يطلع من سنترفيل، خليه يتصل بيه وإن شاء الله نقدر نساعده بأي خدمة عقارية. So 734-383-6945. هذا البيت يعني تصوير مالته شوية not the best. زين، حتى اتجاه مو على الشمس. نروح على البيت الثاني 430,000. خلينا نشوف الصور مالته على السريع. اوكي، حلو، لطيف، المطبخ محدث، كاونترات لونها ابيض، شكلها اليونت تدخلها شمس. خلينا نحكي بالتفاصيل مالت. سو ثلاث غرف نوم، ثلاث حمامات ونص، المساحة فوق البيسمنت 1436 ويا البيسمنت تصير 2120. زين، و الانوال تاكس ضريبة العقار السنوية 4488. سو نجي نقسم 4488 على القيمة السوقية اللي هي 430,000 حتى نعرف ايش قد نسبة الضريبة. سو 430,000 تطلع، نضربها في 100 تطلع 1.04، يعني جوا ال 1.1. أنا الملاحظة فيرجينيا وشمال فيرجينيا يعني ضريبة العقار تاكس السنوي يتراوح من 0.7% ماشي إلى 1.2% من القيمة السوقية. زين، فتعتمد على المنطقة وسعر البيت وتفاصيله. شو نريد نحسب؟ نريد نحسب الدفعة الشهرية مال هذا البيت. أوكي، نجي ناخذ مثال حقيقي، يعني هو هذا البيت. الأشخاص اللي ما يعرفون يحسبون الدفعة الشهرية، احنا سد نوضح لهم هذا الموضوع نجي على السريع بكل بساطة. نروح على موقع اسمه mortgagecalculator.org، راح ناخذ القيم الموجودة هنا 430,000 دولار ماشي. الداون بيمنت نقول يابا 3%، يعني الشخص ما عنده غير 12,000-13,000 دولار جويدة. الانترست ريت راني حكون متفائل واعتبر انه هذا الشخص عنده اكسلنت كريدت سكور، او الاشخاص الداخلين بالقرض عندهم اكسلنت كريدت سكور، وراح يطلع لهم 2.7 على سعر اليوم. زين، نجي نشوف التاكس السنوي مال البيت. تاكس سنوي 4488. اشكر المتابعين طبعا، يعني ولو ما عندي هواي هسه حاليا متابعين، بس ان شاء الله بعد ما يخلص اللايف اكو ناس حتتفرج على هذا الفيديو. زين، اي سؤال انا حاضر، اذا قبل اللايف، اثناء اللايف، وبعد اللايف. سو 4488، قول 4488. No private mortgage insurance. شلنا private mortgage insurance. ال HOA مال هذا البيت 105 دولار بالشهر. ال HOA يعني خدمات المجمع، تشمل مرات المسبح، تشمل مرات الاطراش ريموفل. خلينا نشوف تفاصيل والله هيك على السريع اذا اكو شيء. So
هذا البيت طبعا مأجر مثل ما مكتوب هنا tenant occupied not mandatory. ما ذاكرين بالضبط خدمات المجمع ايش تشمل، بس بصورة عامة trash removal، مسبح، قص الثيل، المنطقة الخارجية وطبعا المناطق المشتركة. نحطهم الهوم انشورنس راح احطه $1000 بالسنة، او خلينا نقول اكون متفائل 800 بالسنة. هاي حتى كلها تكون جزء من الدفعة الشهرية. زين، هي صح سنوي بس بعدين تتقسم عن طريق المورجج كالكوليتر وطلعنا الدفعة الشهرية مال هذا البيت. سو الدفعة الشهرية مال هيج بيت $430,000 هي $2,237 فقط و41 سنت، باعتبار انه انت حطيت داون بيمنت 12,900. اقل داون بيمنت الواحد يحطه 3% زين عادة. سواء حطينا 3% وطلعت 2237، هاي تشمل ال شلون الهوم انشورنس، التاكسز والـ HOA. زين، اريد نعرف انت ايش قد توفر على روحك كل سنة في حال انت اشتريت البيت ببداية السنة، زين، او بدايتها جانيوري 2020. سو انت كل سنة دا توفر على روحك 9100، او دا تجمع بالحقيقة ما دا توفر. يعني لما تدفع هاي الدفعة الشهرية في 12 شهر هذا الجزء، هذا زين 9151، هذا انت صار خزينة، ما يعني شلون السيفينج مالتك او الايكويتي مالتك. لما تريد تبيع بيت بعد سنة يرجع لك هذا المبلغ، زين هذا المبلغ يرجع لك زائدا الداون بيمنت ناقصا اي مصاريف. واذا اكو زيادة بالاسعار، خلينا نقول بعد سنة صار سعر البيت 450 440، 10,000 الاضافية حتنجمع ويا هذا المبلغ زائدا هذا المبلغ، زين زائدا ايه يعني الربح زائدا الداون بيمنت زائدا البرنسبل اللي هي الاكويتي. فاللي يأجر هو خسران يعني كل احوال، يعني راح تروح الفلوس بعد سنه يخلص الايجار خلاص قولوا له مع السلامه ما يرجع لاي شيء. في حين اللي يشتري ويفكر باكر عقب يريد يبيع، كل سنه هو يوفر على روحه هيك مبالغ، سو 9000 9400 9000 تصاعديه. سو اكو اي ناس ما فاهمه فكره الشراء ومتخيله انه كلها عباره عن انترست وفوائد البنك. لا، انت غلطان. اكو جزء من هاي الفلوس اللي تندفع هي فلوس الك يحترجع، زين this is your equity saving. زين، فاكو ناس مثلا وراء 10 سنين يفكرون يسوون ابجريد، فهم اوريدي دافعين يعني يروحون بيت اكبر او يروحون غير منطقه. سو من سنه ال 20 الى سنه ال 2030 10 سنين، إذا تجمعون هاي الأرقام راح تطلع مو أقل من $130,000 زائدا ال 12,000 زائدا أي زيادة بسعر البيت. فأنت موفر على روحك، أو خلينا نقول مسيف أو يحترجع لك فلوس من شراء البيت $150,000 مو أقل من خلال 10 سنين. ماكو أحلى من هالشيء صح؟ فأنا كنا صار لهم 10 سنين دي يأجرون وما رجع لهم أي شيء من الإيجار، وما مرتاحين بالإيجار وما مرتاحين بأي شيء. فعلى شنو اذا انت بدك تشتغل ووضعك زين تقدر تتاهل القرض، خابرني خلي ارتب الامور. سو نروح على البيوت السنجل. زين، نجي نفلتر اذا الواحد يريد يفكر انه يشتري بيت سنجل في سنترفيل، ما يفيده بيت صغير يعني تاون هوم او كوندو. البيوت السنجل المعروضه هي 18 بيت في حاليا في سنترفيل. نجي نشوف ايش تفاصيل على السريع. اقل بيت هو 524,000 وعلى بيت هو $1,650,000. زين، نجي نشوف التفاصيل مال هذا البيت هيك على السريع. سو هذا البيت 1983، مساحة البناء الكلية 2483، مو كلش كبير بس is good enough. زين، نجي نشوف الصور مالته على السريع، يعني مبين عليه مهتمين بيه. زين، يعني ديزاين قديم 1983. زين، نجي نشوف الدفعة الشهرية ما تشقد الصير. تاكس 5613،
So 524,900 نجي نحطه هنا على سبيل المثال 524,900 3% down payment I would say 2.7 مثل ما قلت لكم على سبيل المثال انه هذا الشخص عنده excellent credit score ويحصل 2.7 مو كل الناس يحصلون 2.7 احتمال 2.9 2.8 احتمال 3.1 كلها تعتمد على credit score مالتهم والdown payment. هذا اللون اوفيسر هو يسوي هاي الامور. فانتوا اذا تريدون شركه قروض ان شاء الله نحولكم على شركه قروض معتمده ومجربه. So tax amount مال هذا البيت 5613. So نحط هنا 5613. الهوم انشورنس مال البيت راح يكون 1000 دولار بالسنه و 110 لك شوي يعني almost بالله نشوف ايش قد calculate 110 على 12 شوف ايش قد تطلع يعني ما بي خدمات مجمع بين قوسين. So تطلع 9 دولارات بالشهر يا بلاش. خلي اتاكد من المعلومات مثل ما تشوفون هنا الهاي سكول مال هذا البيت يعني الاشخاص اللي عندهم اولاد او بنات ويردون يودوهم على هاي سكول مرحلة عمرية ماتهم هاي سكول اعدادية انسيابيتها على ويستفيلد هاي سكول اللي ميدل جونيور ستون والالمنتري سكول كبرا هاي كلها طبعا المدارس تقييمها كلش عالية I think 8 9 هيك شيء. So نرجع على المورجج كالكوليتر نحط 9 دولارات ونشوف ايش قد دفع الشهرية مال هذا البيت. دفع الشهرية مال هذا البيت 2625 حتى تكون مؤهل انه تشتري هيجي بيت. شنو الانكم مالتك لازم يكون؟ لازم يكون هلكت نقسم ال 2625 الدفعه الشهريه على 0.44 حتى تتاهل قرض كونفشنال. سو لازم الراتب الشهري تبعك الجروس انكم او راتب العائله يعني مجموعان اذا مره ورجال او اخوان لازم أو أشخاص داخلين بالقرض سوية لازم مجموع الراتب gross income قبل التاكس هذا الرقم 5956 أكرر 5956 هذا gross income. أي سؤال أنا حاضر اللي يحب يسألني أنا موجود يعني خلينا نروح على البيت الثاني شوف البيوت يجي على السريع نظرة بالله خلينا نشوف توزيع البيوت على الخريطة البيوت السنجل. سو مثل ما تشوفون الجزء الشرقي من سنترفيل بيكم بيت هنا زين يعني ثلاث بيوت وجزء الوسط التركيز هنا واكو كم بيت على اطراف سنترفيل. خلينا نشوف هذا البيت هيك على السريع او هذا البيت نيو كونستراكشن ما عندي هوايه صور حتى بالنيو كونستراكشن واحد يحتاج عقاري فان شاء الله اذا تحتاجون انا مفكرين تشترون بيت نيو كونستراكشن اتصلوا بي ونروح سويه واذا عجبكم الوضع نتفاوض وياهم ونحصل افضل الشروط وافضل الاسعار. ابدا 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 مو مال واحد يروح وحده على شركه نيو كونستراكشن بدون ما يكون اكو عقاري يمثله يعني باير ايجنت اللي هو اني ان شاء الله. سو هذا البيت خلينا نشوف والله وضعيته الجزء الجنوبي بيت 2003 زين مبين عليه بيض ضخم بيته مرتب الديك مالته كومبوزيت نشكر الاخ الشذا الدولامي على المتابعه زين كل الهلا شذا. سو اكو ناس يسالوني يقولوا لي ليش البيوت عندكم غاليه بشمال فيرجينيا؟ هواي اسباب الاراضي غاليه العرض يعني معروض قليل دائما واكو طلب عالي الرواتب عندنا عاليه طبعا ما داعش على يعني المينيموم ويج داعش على الناس يشتغلون باختصاص اي تي بالطب كونتراكترز بالجفرمنت فيدرال وركرز يعني معدل الرواتب بين 100 الى 130 الف بين فيرفاكس كاونتي ولوغن كاونتي فلا احد يستغرب من الاسعار عندنا شيء طبيعي يعني. So, أي سؤال أنا حاضر تقريبا خلصنا اللايف مالتنا اليوم اللايف مختصر ليش إنه ما حس إنه أي سؤال
بس اذا تحبون سيلوني بعد اللايف دزوا لي مسج، كتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله ما نقصر. تحياتي لكم، كان وياكم احمد مكيه وكيكون عقاري، هذا رقمي زين. وكان عندنا اليوم نظره سريعه على اسعار العقارات في سنترفيل فيرجينيا، وكم الواحد يحتاج من الدخل حصول على قرض شراء واحده من البيوت بهاي المدينه، وضحت الارقام. مثل ما قلت لكم اني مرخص صح في فيرجينيا، بس عندي امكانيه انه اساعد الناس من غير ولايات. اكو ناس يتصلون بي يقولوا احمد ما نعرف شلون نبلش، فاني اشرح لهم الخطوات وشوف وضعهم، واذا وضعهم مؤهل انه ياخذون قرض ويبلشون عمليه احاولهم على الاشخاص الصح واتابع وياهم اول باول. فاي واحد عنده سؤال خصوصا عقارات حتى لو خارج فيرجينيا خليه يسالني وان شاء الله ما نقصر وياه. تحياتي لكم، كان وياكم احمد مكي، مع السلامه.